خلينا نشوف تاني لقاءاتنا مع اللاعبات النهارده وكاميرا الابطال قالوا ايه بعد كلمه الكابتن محمود الخطيب، وارجع لحضراتكم تاني. طبعا يعني الدعم اللي بنلاقيه دايما من مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب يعني ده مش جديد علينا، احنا كل سنه يمكن بيبقى لينا مره او اتنين كابتن محمود بيجي لنا وبيدعمنا دايما. مشاركتنا الافريقيه المستمره لثالث بطوله على التوالي، دي لاول مره تحصل في النادي الاهلي لفريق السيدات. كان دايما الاهلي بيشترك على فترات متباعده، ويمكن البطولات اللي بتبقى الاهلي منظمها بس، لكن السنه دي احنا سافرنا الكونغو، سافرنا الجزائر، قربنا شويه. لكن طبعا انا عارف ان اللي حصل او المركز الثالث ده مش ده التارجت بتاعنا ولا تارجت النادي الاهلي. طبعا احنا دايما بنلعب على البطولات، بنحاول نقرب. فرق انجولا متصيده افريقيا بقى لها فتره طويله جدا، النادي الاهلي كان احسن مركز بيحققه المركز السادس او السابع. الحمد لله رب العالمين كسبنا كل الفرق باستثناء فرق انجولا، بنحاول ونقاتل ان احنا نقرب ليهم شويه. البطوله الاخيره اللي كانت في الجزائر سواء سوبر افريقيا، ودي اول مره برضو النادي الاهلي يشارك فيها، وبطوله افريقيا للكؤوس كنا قريبين جدا جوه المباراه. في 3 4 دقائق او 5 دقائق كده بيحصل فيهم دروب شويه للفرقه، دي نتيجه خبرات. انا طبعا الفريق بتاعي معظمه صغار السن، بنعتمد على الناشئات محليا للموسم الثاني على التوالي. الحمد لله بناخد كل البطولات المحليه. الموسم اللي فات حققنا انجاز جديد ان احنا بفضل ربنا كسبنا كل المباريات بدون اي هزيمه. والله في الاول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. طبعا التكريم دوت من قبل الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، دي حاجه طبعا بتحمل المسؤوليه اكتر، ان احنا لازم ربنا يكرمنا. والحمد لله ان برضك مجلس الاداره واقف مع كل جميع الفرق الالعاب الجماعيه في الباسكت والفولي والهاندبول ولاد وبنات. الحمد لله ونكون ان شاء الله قد المسؤوليه. وزي ما هو لك قال الكابتن برضك، كل ما بالعمليه بتصعب عليك انت بيصعب فرق بتجهزك. احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت كاسبين بطولتين، ربنا يوفقنا في السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. اول حاجه نحب نشكر مجلس الاداره على التكريم ده ونشكرهم على دعمهم لينا طول السيزون. الحمد لله يعني ما فيش اي حاجه مجلس الاداره بيتاخر علينا فيها، نشاط رياضي وكابتن خالد، واشكر الجهاز الفني طبعا جدا على الدور يعني العظيم اللي قاموا بيه معانا السنه دي. يعني التكريم ده حاجه مهمه جدا معنويا لينا اكيد، بعد موسم صعب وطويل وحققنا فيه التارجت، وان شاء الله يعني السنين الجايه تبقى احسن على المستوى الافريقي. فصراحه المجلس اداره بيدعمنا في طول السيزون، مش من تكريم في الاخر بس، هو بيدعمنا من اول السيزون لاخره، فده حاجه معنويا مهمه قوي لينا بصراحه. طبعا احنا مبسوطين قوي من التكريم ده، التكريم ده بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي معنويا، وبيخلينا ان احنا نبقى نطمح اكتر ان احنا السيزون الجاي نعمل حاجه احسن من اللي احنا عملناها ان شاء الله. هو احنا اكيد كل سيزون في بدايته بنشوف الاخطاء بتاعه السيزون اللي قبله وبنشتغل عليها عشان ما نكررهاش، فده بيبان في ادائنا. يعني ده جاي من شغل الجهاز الفني طبعا تعبان معانا في الموضوع ده جدا، وطبعا كابتن محمود الخطيب يعني دعمنا بالموضوع ده وقال لنا نركز فيه اكتر ان شاء الله، وان شاء الله نحقق افريقيا زي ما هو عايز السنه الجايه ان شاء الله. احنا الاول التكريم النهارده كان بيدينا دفعه يعني ان احنا نقدم اكتر حاجه عندنا، بيدينا دفعه معنويه. بنشكر مجلس الاداره وكابتن الخطيب التكريم لينا. السيزون السنه دي الحمد لله ادينا فيه احسن حاجه نقدر عليها، الجهاز كان في ظهرنا، كان مركزين، الحمد لله قدرنا نطلع بكلين شيت 30 مباراه بلا هزيمه. فيعني الحمد لله الحمد لله احنا قدمنا اكتر حاجه علشان الجمهور يبقى مبسوط بينا يعني. بس ف يعني يا رب نكون على قد حسن يعني مشاهدتهم لينا وتشجيعهم لينا. بحب النهارده طبعا ابدا كلامي بشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي على التكريم لينا. طبعا دي حاجه كبيره قوي لينا وحافز لينا وتشالنج للسيزون اللي جاي ان شاء الله. بس السيزون اللي فات الحمد لله هو كان صعب قوي، خصوصا ان احنا الحمد لله يعني كسبانين سيزون 30 مباراه متتاليه في الدوري وفي الكاس من غير هزيمه خالص. طبعا المستوى الافريقي يعني الحمد لله حققنا مركز ثالث سواء في السوبر الافريقي او في كاس الكؤوس، طبعا ده مش التارجت بتاعنا خالص، بس الحمد لله يعني. بس ان شاء الله عندنا بطوله في شهر 10 ونقدر نظهر باحسن منظر ان شاء الله.